خوفاً من هجوم محتمل، السويد تشهد أكبر تدريب عسكري بمشاركة 13 دولة. توقعات بعدم وجود دعم كهربائي في السويد الشتاء المقبل. اتفاقات جديدة تقترح زيادة خاصة للأجور المنخفضة في السويد. النجم العربي سامر المصري ضمن مهرجان مالمو للسينما العربية. هذا الفيديو برعاية ليبا برود، أجود أنواع الخبز الشرقي في دول الشمال. أهلا بكم. لأول مرة منذ أكثر من 30 عاماً ستجري القوات الخاصة للقوات المسلحة السويدية إحدى أكبر التدريبات العسكرية على مستوى البلاد، والتي سيشارك بها أكثر من 26 ألف جندياً من 13 دولة، وذلك من أجل تعزيز استعدادهم للتصدي لأي هجوم قد يشنه الأعداء على السويد. وفي سياق متصل نوهت القوات المسلحة السويدية بأنه سيلاحظ سكان بعض المناطق السويدية انتشار القوات العسكرية في العديد من الأماكن، مع احتمالية سماع أصوات الطائرات المقاتلة والعسكرية التي ستنطلق من قواعد جوية مختلفة في جميع أنحاء البلاد. صرح المتحدث باسم سياسة الطاقة للحزب الاشتراكي الديمقراطي فريدريك أولفسون أن دعم الكهرباء لن يكون متاحاً في الشتاء المقبل، لأن وزيرة الطاقة السويدية ورئيس الوزراء السويدي لم يضمنا ذلك أثناء تقديمهما اقتراح سياسة الطاقة الأوروبية قبل أسبوعين. لهذا قد تبقى الأسر والشركات بدون دعم كهربائي العام المقبل. وأضاف بأنه في حال استمرت أو تفاقمت أزمة سوق الكهرباء الأوروبية فلن يكون ذلك في صالح الأسر السويدية، كما أكد أنه يجب على وزيرة الطاقة السويدية إيبا بوش العمل بشكل أسرع لحماية الشؤون المالية للأسر إذا استمرت أزمة الطاقة، لأنه في حال كان الشتاء القادم سيئاً اقتصادياً مثل العامين الماضيين فسوف تتأثر العديد من العائلات، لذلك من الضروري تقديم دعم كهربائي جديد. أجمعت الاتفاقيات الجماعية الجديدة لعامي 2023 و2024 بين قطاعي الصناعة والتجارة على ضرورة زيادة رواتب الفئات ذات الأجور المنخفضة التي تأثرت بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، والتي تم التطرق مراراً وتكراراً لأهمية زيادة الاستثمار بها. وستتم زيادة الحد الأدنى للأجور المسموح به في الاتفاقيات الجماعية هذا العام في التجارة وفي أجزاء من الصناعة، حيث تم تحديد الزيادة في قطاع الصناعة ب 1350 كرون سويدي لأجور الدوام الكامل، في حين تم تحديد الزيادة لنفس الفئة في قطاع التجارة ب 1225 كرون سويدي. أكثر، منصة الأخبار الرسمية والأكبر في السويد. أعلن مدير مهرجان مالمو للسينما العربية المخرج محمد قبلاوي بأن النجم العربي سامر المصري سيشارك في حفل افتتاح المهرجان على السجادة الحمراء، وذلك يوم 28 من أبريل من العام الجاري. يذكر أن النجم العربي سامر المصري تميز بدوره في 3 أجزاء من مسلسل باب الحارة، المسلسل الذي حقق نجاحاً كبيراً وشارك في عدد من المسلسلات والأعمال الفنية. وتقام دورة 13 من مهرجان مالمو في الفترة الواقعة ما بين 28 من أبريل والرابع من مايو، بمشاركة عدد كبير من الفنانين العرب والعالميين أمثال النجم حسين فهمي والنجم العربي سعيد رجب والنجم الإماراتي منصور الفيلي.